أكد لنا مصدر من إدارة شبيبة القبائل أن المهاجم الغاني الدولي ولاعب اتحاد خنشلة ماكسويل باكوه لا يزال يتواجد محل اهتمام الإدارة، حيث وبعد الفشل في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لا يزال لدى الرئيس عاشور شلول وزملائه الأمل في التعاقد معه في الميركاتو المقبل نهاية الموسم. ويحدث كل هذا في وقت كان رئيس اتحاد خنشلة وليد بوكروما قد رفض بيع باكوه إلى شبيبة القبائل، لكن شلول يريده بأي ثمن وسيكون مجبرا على انتظار الصيف المقبل لترسيم الصفقة، وذلك بالنظر إلى أن اللاعب سيكون في نهاية عقده في شهر جوان المقبل. كشفت مصادر خاصة أن وزارة الشباب والرياضة تفكر جدياً في تدشين ملعب تيزي وزو الجديد الذي سيحمل اسم المجاهد الراحل حسين آية أحمد كما هو معلوم، وبنسبة كبيرة يوم 11 من ديسمبر، والذي يصادف تاريخ المظاهرات الشهيرة إبان الاستعمار الفرنسي. فيما كنا قد أشرنا إلى أن هذه الوزارة هي من ستكون الجهة المكلفة بالإشراف على تسيير الملعب وليس نادي شبيبة القبائل. مرة أخرى برمج مدرب شبيبة القبائل روي المايدا تربصاً مغلقاً للاعبيه، وذلك بعد الأخبار التي تحدثت عن تأجيل موعد عودة مباريات البطولة إلى غاية 10 من شهر نوفمبر المقبل، حيث أصر المدرب على برمجة التربص بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو تماماً مثلما كان عليه الحال الأسبوع الماضي، فيما يرتقب أن يبرمج حصتين تدريبيتين ابتداءً من اليوم الخميس، وسيدوم المعسكر الإعدادي لخمسة أيام فقط.